تشيلسي ريال مدريد في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في هذا الملعب ستانفورد بريدج بحضور أسبيليكويتا كابتن نادي تشيلسي للمتصدر اتلتيكو مدريد يان اوبلاك الذي في راسيدوس باريال توني كروس كروس يوزع ناتشو الاصابه ناتشو كاي هافيرتس الدوري الالماني هو اللي اصاب ناتشو ودانييلي اورساتو يتوجه للدوري الالماني هذه الاعاده كاي هافيرتس 71 مليون اورو ثمن انتقاله من باير ليفركوزن للبروزا تشيلسي هذا الموسم من اغلى صفقات تشيلسي زين الدين زين فيرنر يعدي وفي النهاية تغطية رائعة على الكرة هذا توني كروس التصويب الدوري الانجليزي يوزع والرد على القصوى فيرنر لكايا بيرتز الثنائي بين شيلويل اللي يوزع فيرنر يوزع والتصدي الرائع من راموس بخبرة سنين المجد ناتشو هذا وليس راموس في المكان المناسب المدافع المناسب جوكر الدفاع للفريق الاسباني هو ناتشو بالطبع باليونان كورة المودريتش التصويب يوزع جول لكن ماذا يقول؟ يقول الحكم رايا جول لندني ازرق لم يعرف الشرعية والكتيبة اللندنية نارية نارية هذه الانطلاقة في مختلف المنافسات 18 انتصار محرزا ثلاثة انتصارات وتعادلين تحذير لتوني كروس تغيير وجهة اللعيش يوزع مودريتش تصدي من تياغو سيلسيوس يوزع والتدخل من الخلف من أسبيليكويتا على كريم بنزيما 12 موسم متتالي في ريال مدريد خمسة اكيد كل انصار ريال مدريد توخيل هذه كرة هذه كرة كرة غدارة من كريم قلنا الهدوء جول فيها جول الهدف الاول لفريق تشيلسي هو تيمو فيرنر جول تيمو فيرنر جول 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 البلوز علامة الفوز مع تشيلسي ما تحكيش قولوا لي يا ناس هل اصبح تشيلسي رسميا الدب السوداء للريال منذ قديم الاوقات ولا مره ولا مره ولا مره الريال كسب مباراه ضد تشيلسي البلوز هذا هو تشيلسي مدمر عملاقي العاصمه الاسبانيه لا حال دوم لا حال دوم اتلتيكو مدريد البارحه وريال مدريد اليوم شو هذا شنو هذا يا ازرق اللون اي لاعب هذا نقولوا كانتي من كوكب اخر وطبعا تيمو فيرنر وحده مع الشباك هو الفرتاك هدف الماني 100% كايا فيرتز بالكره على العارضه وطبعا تيمو فيرنر وحده وحده في شباك بلجيكيه والفرحه الالمانيه الناريه لتوماس توخيل اي زلزال يضرب العاصمه الاسبانيه مدريد رغم شحن المعنويات راموس الريال فريق لندني متحدي اربع اهداف لشكون تغني فيرنر فيرنر مع روديغر ومرت بسلام باختراق وسط الميدان وكرة الكلام اليوم رايع لافياشن جاردن بانكس دينوتزوف جانويجي بوفون كل اسماء تليق بادوار مندي كريم بنزيما حتى في التسعين راموس اللي قلنا سابقا له لعب ب 23 جول الاول يبقى دافيد فيا بن شيلويل يحافظ على كرة تدخل منطقة الجزاء وفي النهاية وهذه الصورة تؤكد ذلك تترجم ياسر استر ياسر تار ويعدي املاه والركنية بهدف الصفر هدف هذا الدوري الالماني تيمو فيرنر لكم مني اجمل تحية في انتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني الان اعود الى الاستوديو والكلمة للزميل الاخضر برش
سباق ضد الزمن في هذه المحن للريال. اليوزا وفيرتز الالماني غدار فيرتز غدار بن شيلويل والمخي بن شيلويل اليوزا لولا العقوبة التي كانت مسلطة على كرة خطيرة فيها جول غريبة من مستر ماونت إنكولو كانتي جونيور التعذير كاسيميرو يوزا كرة ممتازة ولكن وكرة جول كرة جول يا سلام يا سلام والمخرج يعدي البرازيلي يوزا تصدي لماركو اسينسيو اسينسيو يوزا فيرنر نقولو كانتي يس ولا ليفربول متواجده في هذا الانجاز اللي يملكوه خمسه انديه فقط هذا هو فالفيردي المتحدي تشيلسي عدي بوليسيتش ويوزا والحق بوليسيتش انجولو كانتي لولا فالفيردي في هذه الكره لكان الهدف الثاني هذه فرصة افيرتز اللي ضيعها مونتي وزا في مكان كاسيميرو ورودريجو ياخذ مكان الجناح بريسيتش جول لا ضيعها والهدف الثاني الهدف الثاني ميسون ماونت جول ميسون ماونت جول تشيلسي قلت لكم مشاهدينا الكرام لعالي دوم لعالي